السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نبدأها بالعناوين. المبعوث الأمريكي الخاص يعلن دعم بلاده للسودان لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي. لجنة تابعة للأمم المتحدة تصل إلى الفاشر لإعداد تقرير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في دارفور. صندوق النقد العربي يقدم قروضا وتسهيلات للسودان بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي. أهلا بكم. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث إن بلاده ستساعد في دفع العملية السلمية في السودان. وبحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان مستقبل العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن. ووصف المبعوث الأمريكي اللقاء مع رئيس مجلس السيادة بأنه بناء ومهم، وأشار إلى أن اللقاء ناقش عددا من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. كما أكد المبعوث الأمريكي رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، وقال إنه عقد سلسلة لقاءات مع عدد من التنفيذيين في هذا الشأن، وأن بلاده ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدته خلال الفترة الانتقالية. بحثت وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان تطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وترفيع العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. وتطرق اللقاء إلى مواصلة الحوار الثنائي بين البلدين لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات، حيث أكد المبعوث الأمريكي دعم الولايات المتحدة الكامل للحكومة الانتقالية في السودان، وأشار إلى دور بلاده في مجموعة أصدقاء السودان التي ستعقد اجتماعها بالخرطوم الشهر المقبل. وأشار المبعوث الأمريكي إلى دعم واشنطن لعملية السلام بالسودان. جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حرص الحكومة على توفير كافة المطلوبات اللوجستية والفنية للجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام. جاء ذلك لدى لقائه اليوم نبيل أديب رئيس اللجنة، والذي أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه باستكمال المطلوبات اللوجستية خلال اليومين القادمين ستدخل اللجنة مرحلة جديدة من أعمالها من خلال الاتصالات المختلفة ومقابلة الشهود. وجدد رئيس لجنة التحقيق المستقلة حرص اللجنة على العمل بمبدأ القانون وإدارة التحقيق بكل نزاهة وحياد واستقلائية. ابتدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة زيارتها إلى ولاية شمال دارفور بلقاء الوالي، وتأتي زيارة بغرض الوقوف على تطورات بولاية دارفور في الجوانب الأمنية والإنسانية بهدف إعداد تقرير متكامل حول راهن الأوضاع بولاية دارفور وعرضه في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا العام 2005 بالرقم 1951 نص على حظر السفر والسلاح وتجميد الأرصدة. وقالت رئيسة اللجنة الأممية مونيكا جون إن المجتمع الدولي يسعى لدعم عمليات السلام والاستقرار بالسودان، وتشمل زيارة الوفد لمعسكرات النازحين بشمال دارفور. خاص بالقرار 1591 وما تم بخصوصه، والحمد لله تم تنوير وإيجاز على الإجراءات التي تمت خلال الفترة السابقة. يمكن ورينا انه كل اسباب القرار اللي صدر كان من مجلس الامن تمت ازالتها تماما، ولا يوجد هناك ما يدعو ان يكون السودان يعاقب اقتصاديا. وريناهم كذلك انه يعني الفتره الانتقاليه بعد الحراك الثوري وتكوين الحكومه المدنيه يمكن اللي كانت مقبولة من المجتمع المحلي والدولي والإقليمي. سلم حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور مذكرة لوالي الولاية المكلف، تطالب المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالتمثيل العادل في تعيين أعضاء المجلس التشريعي القومي اعتمادا على نسبة التعداد السكاني السابق. وأوضح رئيس الحزب بالولاية موسى مهدي أسحاق
أن تحقيق شعار العدالة في المرحلة الانتقالية يوجب إعطاء الولاية حقها وفقا لنسبها. قابلنا السيد والي الولاية المكلف وسلمناه خطاب أن يوصلوا إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول برهان وإلى السيد حمدوك رئيس الوزراء فيما يختص بتعيين المجلس التشريعي البرلمان المركزي، ورؤيتنا فيه أن يتم ترشيح كل أعضاء البرلمان مقسمة على الولايات بنسبة التعداد السكاني السابق، وهذه فيها عدالة تحقق كل العدالة المنشودة. كشف صندوق النقد العربي عن خططه لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يقدر بنحو 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلة تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية. والتقى وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي ببعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم، وأعلن رئيس بعثة الصندوق أحمد أبو بكر البدوي عن بدء برمجة التمويل للسودان بإطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر الجاري، فيما يتم تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020 بما يعادل 45 مليون دولار. أوضح البدوي أن خطة الصندوق تتضمن دعم السودان بما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان أن وفدا رفيع المستوى من جنوب إفريقيا لبحث فرص التعاون، وبحث أيضا لدى لقائه نائب رئيس جنوب إفريقيا مبعوث جنوب إفريقيا لجنوب السودان ديفيد مابوذا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه أكد ديفيد مابوزا دعم بلاده للسودان خلال ترؤسها للدورة القادمة للاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب السوداني والمساعدة في رفع العقوبات المفروضة على السودان. وأكد نائب رئيس جنوب إفريقيا مبعوث جنوب إفريقيا لجنوب السودان دعم بلاده لعملية السلام بدولة جنوب السودان. أدى مدير الإدارات العامة بالأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي قسم قواعد السلوك الوظيفي أمام الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد علي إبراهيم وبحضور المستشار القانوني لمجلس السيادة إيمان مفرح. ينص القسم على الالتزام بتحسين الأداء وترقيته والعمل على تطويره وإتقانه، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات. ويهدف مجلس السيادة من أداء قسم قواعد السلوك الوظيفي إلى إرساء قيم الانضباط وتجويد الأداء بالأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي. وسيؤدي جميع العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة القسم تباعا أمام مدير إدارتهم. حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية بالسودان من طقس سيء سيضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، وأعلنت عن نشاط للرياح مثير للغبار، وطلبت من الجميع مراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية. وقالت الهيئة في موقعها بحسب وحدة الإنذار المبكر اليوم الخميس إن الأجزاء الشمالية والغربية والوسطى من البلاد ستشهد تدن في مستوى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار، وطالبت مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللازمة. وكانت الهيئة قد توقعت انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة وهطول أمطار على ساحل البحر الأحمر. يصادف 14 من شهر نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري. في ولاية القضارف سجل مركزها المتخصص في المرض نجاحا كبيرا في تقليل نسبة بتر الأطراف إلى أقل من 1% بفضل خدماته المتكاملة والتي اجتذبت ولايات الجوار وتعدتها إلى الدول المجاورة. طفرة لا تخطئها العين في مجال تقديم الخدمات الطبية هنا في ولاية القضارف، يقف مركز السكري التخصصي شاهدا على ذلك من خلال الخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها في ظل تزايد الإصابة بالمرض
ف250 شخص هو متوسط التردد اليومي على المركز. مريض السكري ما لم يتهم انه المرض ده مرض مزمن ومرض لازم بقية حياته ويعرف انه العناية به عناية متكاملة، ما تخصص واحد ولا دكتور واحد ولا شخص واحد يستطيع انه يجابه كل مضاعفات مرض السكري، فبالتالي لازم تكون في عيادة متكاملة. العيادة دي فيها التخصصات دي كلها، الحمد لله احنا بديناها في القضار في 2009، بدأت كل التخصصات، يمكن المبنى والبنية التحتية ما كانت بالمستوى ده، لكن الكادر كان مدرب تدريب عالي جدا وعارفين شغلهم، وبدينا بإمكانيات بسيطة جدا، لكن في النهاية وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها. يعني بدينا القضار في 2006 كانت نسبة البتري فيها تفوق ال 20% من الجروح الطرفيه بتاعت السكري، لكن الحمد لله بعد المركز استمر السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما وصلنا في 2015 نسبه البتري بقت اقل من 1%، والحمد لله المركز الان عنده سمعه كويسه جدا. المركز الذي بات مقصدا للباحثين عن العلاج من الولايه وحتى من خارجها، يقول المرضى انه وفر عليهم عناء السفر بما وفره من خدمه طبيه متكامله. اطر مركز يعني في مصاف المراكز العالميه، فمركزنا ده يعني بيستقطب كل المرضى من جميع الولايات بخارج القضارف، وبه كل التخصصات الطبية، عناية بالأقدام، معمل، عملية، كل الكوادر الطبية مؤهلة. الإحصاءات حسب الإداريين بالمركز تقول بأن أكثر من 10,000 مريض هو حجم التردد خلال السنوات الثلاث الماضية، جميعهم وجدوا الخدمة والرعاية المطلوبة، بل تعدى الأمر إلى مواطني دول الجوار. دي السنة الثالثة في المركز الجديد ببنيته الحالية دي، بيشهد تطور مستمر. نحسب ذلك التردد الحمد لله وصل تردد تراكمي لأكثر من 12,000 مريض بتردد يومي فاق 250 مريض ما بين متابعات الفحوصات للعلاجات، بجانب 40 إلى 50 غيار للعملية يوميا. الحمد لله الخدمات في المركز أطلعت بقت تقدم على مستوى الولايات المجاورة وبعض دول الجوار. الرابع عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري في ظل تزايد عدد المصابين بالمرض، إلا أن ما يقدمه مركز القضارف من رعاية وخدمة قد قلل نسبة البتر إلى أقل من 1%، وسجل استقرارا في معدلات الإصابة بفضل برامج التوعية والإرشاد. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف.